أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة أن الكيانات الدينية على أربعة أصناف. الصنف الأول الكيانات الدينية التي أو الكيان الديني الذي يتصدره ما يسمى بالمثقف الإسلامي، وإن لم يكن عالما متخصصا بالعلوم الدينية والشرعية والفقهية. الصنف الثاني الكيان الديني الذي يتصدره مجموعة من الشباب ونحوهم الذين لا تخصص لهم في العلوم الدينية، بل حفظوا آيات أو روايات أو حضروا دروسا مختصرة ومحدودة، فهم يتصدرون للعمل الديني ويفتون وتقتل الناس وتنتهك الحرمات على أساس فتاواهم. الصنف الثالث الكيانات الدينية أو الكيان الديني الذي يتصدره العلماء ولكنهم جزء من المنظومة السياسية أو الحكومية في البلدان، وهم أيضا منتشرون في البلاد الإسلامية. الصنف الرابع هو الكيان الديني الذي يتصدره علماء الدين المتخصصون في الفقه وما يرتبط به من علوم، وأيضا يتصفون بالعدالة وثقة الناس بهم، وليس لهم ارتباط وتبعية بالكيانات السياسية أو غيرها من الكيانات النافذة. هذا الصنف الرابع هو الذي قاد التثقيف الديني لشيعة أهل البيت، والذي ربى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شيعتهم على رعايته. نحن في مرجع التقليد ماذا نشترط؟ نشترط أمرين أساسيين بالإضافة إلى الشروط الثانوية المذكورة في الفقه. الشرط الأول الاجتهاد. ما معنى مجتهد؟ يعني الشخص القادر على استنباط الحكم الشرعي، يعني عنده القدرة العلمية الكافية بحيث يستطيع أن يستنبط ويستخرج الحكم الشرعي من المصادر المعتبرة. هذا ماذا يتطلب؟ يتطلب أن يكون متخصصا في مجاله، عشرات السنين يبحث ويدرس ويحقق ويتمعن ويطالع حتى يستطيع أن يصل إلى هذه الموهبة، موهبة الاجتهاد. طبعا الفقهاء ذكروا بأنه الاجتهاد بالحد الداني أيضا غير كافي، بل لابد أن يكون الشخص أو مرجع التقليد متميزا في مستواه العلمي. بعضهم يعبر أن يكون أعلم، بعضهم يعبر أن يكون أحد أطراف شبهة العلمية، يعني يكون متميزا في علمه من درجة أولى من الطراز الأول. زين، كيف يعرف هؤلاء العلماء المتخصصون؟ هم الذين يعرفون هؤلاء، مثل الطبيب. الإنسان لما يريد في حالة مرضية صعبة يريد يعرف طبيب مختص مورد اطمئنان حتى يسلم نفسه وحياته وصحته له، من يستشير؟ يستشير طبيبا آخر عارفا بأساتذة الطب، بالشخصيات في المجال الطبي الخاص. كذلك هناك مجموعة من الفضلاء وعلماء الحوزة العلمية، هم الذين يحددون الفقيه المتميز في علمه، أو لا أقل أن يكون أحد الفقهاء المتميزين في مجاله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العدالة. ما هي العدالة؟ عرفها بعض الفقهاء مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه،
أنها ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات. فقهاء آخرون عرفوها مثل السيد الخوي رحمه الله بأنها الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعي. هذا التعريف الذي ذكره السيد الخوي. طبعا هذه بحوث تفصيلية بحوث فقهية معمقة، لسنا بصدد ذكرها واستعراضها، وإنما نشير إجمالا إلى آراء الفقهاء في ذلك. بعض الفقهاء ماذا يقول؟ يقول ما يكفي في مرجع التقليد أن يكون ذا عدالة متعارفة كما هي العدالة المتوفرة في الشاهد أو في إمام الجماعة ونحو ذلك، بل لابد أن يكون مرجع التقليد على مستوى عال من العدالة. يقول المرجع السيد الحكيم حفظه الله في استعراض الشروط المعتبرة في المرجع ماذا يقول؟ يقول يعتبر في مرجع التقليد العدالة بمرتبة عالية، بأن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادة من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن كانت صغيرة، بحيث لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطان ولو نادرة فوقع في المعصية، لأنه ليس معصوما، وليس ما نشترط في مرجع التقليد أن يكون معصوما، ولكن أن يكون على مستوى عال من العدالة، بحيث لو ضعف أحيانا فوقع في المعصية لأسرع للتوبة وأناب لله تعالى. إذن الشرط الثاني في مرجع التقليد أن يكون عادلا أو أن يكون على مستوى عال من العدالة، والهدف من هذا الشرط الثاني ما هو؟ أن نضمن أن مواقف مرجع التقليد وفتاواه ما تنبع من مصلحة شخصية، وإنما تنبع من عقيدته، تكشف عن عقيدته، عن رأيه، عن اجتهاده، حتى لو كان ذلك مخالفا لمصلحته الشخصية. نحن نلاحظ أحيانا الفقيه يصدر فتوى قد كثير من الناس ما يرتضيها أو تصعب على بعض الناس، بحيث يتمنون لو أن فقيههم أفتى بفتوى أخرى، ولكن هو أمام الحجة الشرعية ماذا يصنع؟ يتقيد بهذه الفتوى حتى لو وجد مقلديه غير مرتاحين لهذه الفتوى. هذا ما دأب عليه شيعة أهل البيت على مر العصور، أن يرجعوا إلى مثل هؤلاء العلماء، وهؤلاء يختلفون عن طلبة العلوم الدينية الذي قرأوا نتفاً من العلوم الدينية أو حفظوا حديث أو آيات أو نحو ذلك. مثل هؤلاء ما عندهم قدرة لاستنباط الحكم الشرعي، ما عندهم قدرة لمعرفة الحكم الشرعي. ولذلك نحن نجد أن مسيرة مدرسة أهل البيت بقيت مستقيمة ومحافظة على أصالتها ومشرقة رغم الظروف الصعبة والفتن والمعاناة والتضحيات والضغوط التي تعرضت لها، لأنها تعتمد على أسس شرعية وعلمية وعقلانية، لأنه العلم هو نور في كل مجال، العلم يكشف عن الحقيقة أو يكشف عما هو معذر عند الله سبحانه وتعالى، والعدالة هي ضمانة للعالم بأنه لا يتخذ مواقف أو لا يفتي فتاوى بهدف الحصول على مصلحة معينة أو نحو ذلك. إذن هذا المنهج هو الذي حفظ شيعة أهل البيت وأتباع هذه المدرسة المباركة. قال المرجع المعاصر السيد الحكيم: وحق لهذه الطائفة أن ترفع رأسها فخرا واعتزازا
بمحافظتها على أحكام الله تعالى واهتمامها بأخذها من منابع التشريع الأصلية، ما تخضع لضغوط سلطان لأصحاب النفوذ ونحو ذلك، وصمودها في ذلك متحدية عاصير الزمن وظلمات الفتن على طول المدة وشدة المحنة، كل ذلك بفضل علمائها المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأتباعهم المؤمنين، هناك المؤمنون ثقفوا على أن يختاروا العالم الذي يكون اتباعه مبرئا للذمة لا محققا لمصلحة. بعض الناس يجي ويسأل يقول أي عالم فتاوى تنفعنا، مثل هذا التقليد غير معتبر. الإنسان لابد أن يكون على بصيرة من أمره ويعتمد على حجة شرعية، لأن القضية ترتبط ببراءة ذمته. وأتباعهم المؤمنين الذين لا يأخذون دينهم إلا ممن هو أهل للأمانة في دينه وورعه وقدسيته، رافضين غيرهم ممن لا يتحلى بالأمانة والورع. احنا ما نكتفي في مرجع التقليد أن يكون ذكيا وأن يكون عالما، لأنه الشخص العالم مثل غيره من البشر، مثل العلماء في باقي الاختصاصات، قد يوظفون اختصاصاتهم لأصحاب النفوذ لمصالح شخصية، لجشع، لمصالح سلطة وغير ذلك. هؤلاء لا تبرأ الذمة بمتابعتهم. وأمام أعينهم في ذلك تعاليم أئمة الهدى من أهل البيت صلوات الله عليهم المطابقة لحكم العقل السليم وللكتاب المجيد وسنة النبي صلى الله عليه وآله، فقد ورد عنهم عليهم السلام في ذلك الشيء الكثير، وفي الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. لذلك نحن نشترط العدالة أو المرتبة العليا أو مرتبة عليا من العدالة. نقرأ هذا النص على طوله لأنه فيه تذكير للمؤمنين وتقوية لعزائمهم وبصيرتهم، حتى يعرفوا أن النهج الذي اختاروه هو نهج سليم، وحتى يكونوا أكثر دقة في تعاطيهم مع الشؤون الدينية. فعلى المؤمنين سددهم الله تعالى العلماء منهم والأتباع، ما في فرق. العالم ينبغي أن يكون حريصا ومحافظا على الأمانة التي ائتمن عليها، والمؤمن الذي يرجع للعالم يفترض أن يكون حريصا على معرفة تكليفه وبراءة ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. هي المسألة ليست مسألة تعصب، أنا أتعصب لأسرة، أتعصب لقومية، أتعصب لبلد وأختار المرجع من هذه الأسرة أو من هذا البلد أو من هذه القومية. ليس من الصحيح ذلك. الأسر التي فيها علماء شرفت بهؤلاء العلماء، ولكن ليس لها مزية، هم بشر مثل باقي البشر. لا ينبغي للإنسان أن يثقف نفسه على أن يطيع شخصا باعتبار انتسابه لأسرة أو انتسابه لبلد أو انتسابه لقومية معينة. فعلى المؤمنين سددهم الله تعالى العلماء منهم والأتباع أن يعرفوا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم وثقل الأمانة التي حملها الله تعالى إياهم. القرآن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن هذه أمانة ثقيلة، الإنسان المؤمن عليه أن يعرف بأن هذه الحياة حياة عابرة ودار اختبار، عليه أن يتحمل الأمانة فيها حتى يجد ثمار استقامته وتحمله في الحياة الآخرة.
فينال رضوان الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. وليكن الهم الأول والأخير للعالم هو معرفة الحقيقة والحفاظ عليها والوصول للحكم الشرعي من منابعه الأصلية وبيانه أداء للوظيفة الشرعية من دون اهتمام بكثرة الأتباع والأنصار ولا بالبهرجة وحب الظهور. أحيانا المجتمع يرغب بإصدار فتوى أو موقف معين، إذا العالم وجد بأنه هذه الفتوى ليست مبرئة للذمة وهذا الموقف ليس مشروعا، فينبغي أن يتقيد بهذه القناعة وما يتأثر بالبهرجة وحب الظهور وكثرة الأتباع ورضاهم، ولا بغير ذلك من مغريات الحياة الدنيا الزائلة ودواعي الشيطان المهلكة. وأمام عينيه قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الواجب على العالم، على المتصدي، والواجب على المؤمنين ما هو؟ كما ليكن هم الأتباع الخروج عن تبعة الأحكام الشرعية، يعني عن مسؤوليتها، بأخذها من العلماء العاملين من أهل الورع والتقوى والنزاهة والإخلاص والاستقامة. وقد يقف الناس حيارى لملابسات خاصة وظروف طارئة أمام كثرة الدعاوى وتعدد الاتجاهات. يحدث أحيانا شيعة أهل البيت في بعض البلاد وبعض العصور يمرون بظروف ضاغطة، السلطة تضغط وتحاول أن تستغل الكيان العلمي وتستغل المراجع، ولكن العالم عليه أن يكون على بصيرة من أمره أولا، والمؤمنون عليهم أن يكونوا على بصيرة من أمورهم. حتى لو حدثت بعض الالتباسات بسبب ضغط السلطات، بسبب تدخل أصحاب النفوذ، المؤمن يرجع إلى الضوابط الشرعية، ما يتأثر بهذه البهرجة والإعلام ونحو ذلك. إلا أن ذلك لا ينبغي أن يجر للتفريط في الوظيفة والتقصير في أداء الواجب، إذ مهما التبست الأمور وشبهت الفتن، فإن الله جلت آلاؤه لا يضيع حجته ولا يخفي معالم دينه بفضله ورحمته إن شاء الله على من حاول البحث عنها وجهد في الوصول إليها، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء الله لهداكم أجمعين. إذن ينبغي على المؤمن أن يعتز بهذا الانتساب، أن يعتز بهذه المسيرة التي وجهها إليها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وللحديث صلة سوف نتعرض له أيضا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.